خزان صافر مسار جديد في سياق الأزمة والحرب في اليمن. طغت قضية هذا الخزان العائم الواقع في الساحل الغربي للبلاد عما سواه من القضايا المهددة للدولة ولمستقبل شعب بكامله، ليستدعي وقوفا منفصلا وملحا لمجلس الأمن والمجتمع الدولي أمام ما تعتبره الحكومة تداعيات بيئية خطيرة لهذا الخزان. لم يعد للحكومة من صلاحيات سوى هذه التي يبدو أن التحالف السعودي الإماراتي فوضها للقيام به قبل أن تغادر موقعها تحت وقع المشاورات التي تجري في الرياض لإعادة إنتاج شرعية جديدة تنفذ اتفاقاً معدلاً ومناسباً من اتفاق الرياض. وزير الخارجية محمد الحضرمي هو من وجه رسالة الحكومة إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن المندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة السفير كريستوف هوسجن، وطالبه فيها بأن يطلع المجلس بمسؤولياته وأن يبحث هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالانصياع لدعوات الحكومة والمجتمع الدولي والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقل صافر دون قيد أو شرط، وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئية في الإقليم والعالم. الكارثة إذن هو الخطر الذي حذر منه وزير الخارجية في رسالته، معتبراً الوضعية الحالية لخزان صافر العائم خطراً محدقاً باليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى. سبق لمجلس الأمن أن وقف في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن في 24 من يونيو الماضي حول هذه القضية، وأصدر في 29 من ذات الشهر بياناً صحفياً بشأنها شدد فيه على ضرورة أن يسمح الحوثيون على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيداً لتفريغه. تولت بريطانيا عبر سفيرها في اليمن مايكل آرون دوراً أساسياً في التعاطي مع الوضعية الخطيرة لخزان صافر، ليبدو لافتاً أن بلاده التي تمسك بالقلم اليمني في مجلس الأمن تفي بتهديدها بشأن طرح قضية الخزان العام على مجلس الأمن، ولكن هذه المرة عبر الحكومة اليمنية التي تفقد نفوذها على مساحات واسعة من البلاد. المراقبون يرون في إثارة قضية خزان صافر ضرباً من المتاجرة بأحد الأوجه السيئة للأزمة والحرب في اليمن، إذ لا يوجد كارثة في اليمن أكبر من السطو على الدولة والعمل الحثيث على الدفع بها نحو المجهول ونحو المزيد من الفوضى المفتوحة كما يجري اليوم على يد الطرف الأبرز في الصراع وهو التحالف السعودي الإماراتي.